السلام عليكم يا شباب، أعزائي مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، في ظل حالة توقف النشاط الرياضي في مصر، النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي واجتماع عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي ممثل في الكابتن محمود الخطيب وكافة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي للبحث في كيفية تنمية موارد النادي الأهلي ومناقشة بعض الأمور اللي تم طرحها في الفترة الأخيرة. معي في هذه الأثناء سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، هيطلعنا على كيف دار اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، إيه أهم القرارات اللي تم اتخاذها. سيادة العميد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي طيبين. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية كلها طيبة، ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. طبعا النهاردة اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي عشان خاطر يناقش أمور مهمة جدا جدا، وكانت في أولوياته كيفية تنمية أو توفير موارد بديلة مبتكرة غير تقليدية لتنمية موارد النادي الأهلي. وده طبعا كان الكابتن محمود الخطيب كان كلف السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية بتقديم تصور وتقديم أكثر من تصور بالنسبة لهم لتنمية موارد النادي الأهلي. طبعا ابتدى المجلس النهارده بالتصديق على محضر الاجتماع الجلسه التاسعه بتاريخ 21/4، الجلسه التاسعه العاديه. هذه الجلسه طبعا هتبدا مفتوحه ان شاء الله باذن الله، وجلسه مستمره باذن الله خلال الفتره اللي جايه. طبعا اهم قرارات النهارده هي استمع كابتن محمود الخطيب الى تصور اعضاء مجلس الاداره بالكامل عن المشروعات وكيفيه تطوير الموارد او ازاي يكون في موارد بديله للنادي الاهلي. النهارده كان معانا الدكتور سعد شربي مستشار مجلس اداره التسويق، وكان معانا الدكتور محمد الصبان مستشار مجلس الاداره لتكنولوجيا المعلومات، وايضا كان معانا الاستاذ امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات. استمعنا مجلس الاداره استمع لرؤيتهم للمشروعات التي المقدمه خلال الفتره الحاليه، وطلب على الفور من مجلس الاداره القرارات كالاتي، اللي هي ان شاء الله هيبقى أول قرار بالنسبة لنا السادة مدير التسويق والسادة مستشار التسويق دكتور سعد شلبي والمستشار التكنولوجيا والمعلومات أستاذ محمد الصبان على الفور بتقديم خلال الأسبوع القادم مشروع ينفذ على الفور من المشاريع المقدمة ومعروضة على مجلس الإدارة. نمرة 2، البدء في اتخاذ الإجراءات في تنفيذ مجلة الأهلي إلكترونيا. طبعا البدء في تنفيذ الإجراءات دي هتطرح على طول، بحيث النهاردة هناخد خطوات جدية في تنفيذ مجلة الأهلي إلكترونية. عندنا بقى بالنسبة للشؤون الإدارية، مجلس الإدارة النادي الأهلي طبعا اطلع على محضر مجلس الإدارة ووافق على الأعمال الصيانة المقدمة لإدارة الصيانة عشان خاطر النادي على مستوى الثلاث فروع يكون جاهز لاستقبال أعدائه في حال رجوعه قريبا إن شاء الله بإذن الله. في نفس الوقت برضو إصرار مجلس الإدارة على دعم العاملين والوقوف بجانب عاملين وعدم المساس بالعاملين، وافق برضو مجلس الإدارة على توفير خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله مجموعة من المواد الغذائية، وأشرف قام بتكليف الأستاذ طارق أنديل بالإشراف على هذا الموضوع. ده إصرار مجلس الإدارة على الاستمرار في دعم عاملينه رغم الظروف اللي احنا فيها. الحمد لله ربنا بس إن شاء الله بإذن الله يعني نخلص من الظروف دي على خير بإذن الله. عندنا بعد كده النشاط الرياضي، كان برضو عرض النشاط الرياضي مجموعة من الموضوعات، وهي أهمها المتابعة على طول مع اللاعبين الفرق الدرجة الأولى ومع اللاعبين على مستوى النشاط الرياضي. وافق مجلس الإدارة على كل ما قدمه أستاذ مدير النشاط الرياضي، ورفعت الجلسة، وعلى أساسها هتكون جلسة مفتوحة، وإن شاء الله يكون في جلسة الأسبوع القادم إن شاء الله عشان خاطر نشوف المشروعات اللي هتبدا تدخل او تكون يعني لموارد مورد دخل غير تقليدي لمجلس اداره النادي الاهلي.
محمد بيه اعتقد اكثر من نقطه، او النهارده النادي الاهلي بيدي اكثر من رساله، عدم المساس بمرتبات العاملين او اللاعبين، ده امر مهم جدا، وان انا ازاي انمي موارد النادي الاهلي. ايضا الشق الثاني، النادي الاهلي لما قال الاهلي عيله وعائله النادي الاهلي واهتمام بالعاملين وتوفير بعض المواد الغذائيه، اعتقد ايضا امر يحسب لاسم وقيمه ومكانه النادي الاهلي. لا، هو النادي الاهلي طبعا من اول يوم بدايه الازمه خالص مع رئيس مجلس الاداره بمجلس ادارته وقال ما فيش مساس بالعاملين، ولكن رغم اللي ما فيش موارد للنادي، لكل كافه الموارد النهارده متوقفه، فالنهارده ازاي بيشوف يوجد بديل لتوفير الموارد، بس على ما يكونش على حساب العاملين داخل النادي، فبنحاول بقدر الامكان يكون في توفير مدخل او دخل او سيوله، توفير سيوله خلال الفتره اللي جايه لغايه ما الازمه ان شاء الله تعدي على خير باذن الله. محمد بيه ايضا من الامور المهمه جدا ايضا تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي استكمال اعمال الصيانه في ظل زي ما حضرتك قلت في توقف للموارد او توقف للنشاط، لكن النادي الاهلي بيبحث عن كيفيه تقديم الخدمات لاعضاء النادي الاهلي، ودي نقطه من النقاط المهمه اللي كنتوا حريصين عليها النهارده في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. احنا استغلينا طبعا فتره التوقف دي في اعمال صيانه مهمه، ده اعمال الصيانه النهارده على مستوى مجمع حمامات السباحه على مستوى الافرع والثلاثه، شيخ زايد، مدينه نصر، الجزيره، وطبعا دول عليهم يعني كان بيبقى عليهم اقبال شديد جدا جدا جدا، فاحنا استغلينا فرصه التوقف واستغلناها في اعمال الصيانه بالكامل في تطوير البنيه التحتيه ليهم، وان شاء الله باذن الله خلال اسبوع او 10 ايام هيكونوا جاهزين باذن الله لاستقبال الاعضاء. نفس القصه الاعمال الصيانه بالنسبه للحدائق المستخدمه بالنسبه للاعضاء او المباني الاجتماعيه سواء على مستوى الثلاث فروع، فبنحاول بقدر الامكان يعني في فتره التوقف دي كل اعمال الصيانه اللي محتاجها النادي، بحيث ان شاء الله لما اعضاء يرجعوا لناديهم تاني يلاقوه اللي هم زي ما سابوه بالظبط واحسن ان شاء الله باذن الله. محمد بيه بنشكر حضرتك، تستمر مسيره النادي الاهلي وتستمر عائله النادي الاهلي بكل فصولها وبكل رجالها وبكل نظامها. كلمه اخيره ورساله اخيره حضرتك تطمن من خلالها كل الجماهير وكل اعضاء النادي الاهلي تحب تقول لهم ايه؟ قال لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله يعني بتعاوننا وبتكاتف الجميع مع بعضه، والازمه هتعدي باذن الله، وهنرجع تاني نتقابل وهنرجع تاني نتقابل في النادي. انا عارف ان كل الناس نفسها ترجع النادي الاهلي تاني، الجماهير كلها نفسها ترجع يعني تشجع النادي الاهلي تاني، ان شاء الله باذن الله في الشهر الكريم ده باذن الله هترجع تاني الامور لطبيعتها ونتعاون مع بعضينا، وهرجع اقول تاني خليك في البيت، وان شاء الله ربنا هيكرمنا جميعا. كل سنه وانتم طيبين. أعزائي مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، ده كان لقاءنا مع السيد العميد محمد بيه مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والحديث عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي تم اليوم بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد عبر تقنية الفيديو كونفرنس المتبعة للنادي الأهلي خلال هذه الفترة. النادي الأهلي بحث الكثير من الأمور، زي ما قلنا النادي الأهلي عيلة، استمرت عائلة النادي الأهلي البحث عن كثير من الأمور، بحث عن كيفية تنمية موارد النادي الأهلي، وأكثر من رسالة بيوصلها النادي الأهلي، عدم المساس بحقوق العاملين أو اللاعبين أو الإداريين أو كل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي، أيضا يعني تطوير أعمال الصيانة زي ما استعرض محمد بيه مرجان، وأيضا الدور المجتمعي والدور الوطني والدور الاجتماعي للنادي الاهلي مع العاملين بالنادي النادي الاهلي، هو ده اللي احنا متعودين عليه دايما في النادي الاهلي. ان شاء الله كل توفيق للنادي الاهلي، كل توفيق لمجلس اداره النادي الاهلي، ودائما وابدا يبقى نسر النادي الاهلي وتبقى قيمه ومكانه النادي الاهلي هي العنوان وهي الدليل اللي كلنا بنمشي عليه.